يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فآزره أبوه، وفي الحديث: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وما يذكره المؤرخون من أن اسم والد إبراهيم تارح، وبعضهم يقول تارخ بالخاء، لا دليل عليه، لا دليل عليه. ويجمع البعض كالطبري وغيره بين القولين فيقول: ما حاصله؟ قد يكون للشخص اسمان، آزر وتارخ، وهما اسمان لشخص واحد وهو والد إبراهيم عليه السلام. أما من قال إن آزر هو عم إبراهيم فأخطأ وابتعد عن النصين، نص الكتاب ونص السنة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟